السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي طلاب تانية ثانوي في حلقة جديدة هنحل فيها التدريب الثالث من كتاب المرشد بعنوان الموجة الطولية. إيه هي الموجة الطولية؟ اتفقنا في بداية درس الموجات أن الموجة هو اضطراب ينتقل وينقل الطاقة في اتجاه انتشاره، وأن الموجات عندي منها نوعين، نوع بيحتاج لوسط مادي وسمي بالموجات الميكانيكية، ونوع لا يحتاج لوسط مادي وسمي بالموجات الكهرومغناطيسية. ثم بدأنا نتكلم على الموجات الميكانيكية بالتفصيل، وقلنا شرط وجود موجة ميكانيكية وأسباب وجود موجة ميكانيكية: رقم واحد، وجود مصدر مهتز، رقم اتنين، حدوث اضطراب للمصدر المهتز، رقم ثلاثة، وجود وسط مادي. ثم أنواع الموجات الميكانيكية فانقسمت إلى نوعين: موجات طولية، ده اللي هو تدريبنا، وموجات مستعرضة. الموجات الطولية هي موجات تتكون من تضاغطات وتخلخلات، وتهتز فيها جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشار الموجة، والطول الموجي لها هو المسافة بين مركزي تضاغطين متتاليين أو تخلخلين متتاليين، أو ضعف المسافة بين مركزي تضاغط وتخلخل متتاليين. دي كانت مراجعة سريعة على أهم نقاط الموجة الطولية. أما لو ما تعرفش أصلا حاجة عن الموجة الطولية، تقدر تنزل لصندوق الوصف تسمع درس الحركة الموجية وتلخصه كده في ورقة وقلم، وبعد كده تبدأ تحل معانا. السؤال الأول بقولك اختر الإجابة الصحيحة: في الموجة الطولية يكون اهتزاز جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشار الموجة. من الموجات الطولية موجات الضوء؟ لا، موجات الضوء موجات كهرومغناطيسية، يعني لا طولية ولا ميكانيكية أصلا، يبقى دي مرفوضة. موجات الصوت في الهواء؟ نعم. الموجات المتكونة في الأوتار، الموجات اللي في الأوتار اللي هي زي الحبل كده بيكون قيمها موقعان، ودي مستعرضة. لا توجد إجابة صحيحة. لا، الإجابة الصحيحة الاختيار رقم بقى. إذا كانت المسافة بين مركز التضاغط الأول ومركز التضاغط الرابع هي 96 سنتي، يكون الطول الموجي. كانت من ضمن الجمل المشهورة اللي كنت بقولها في حصة الشرح إن مسافة زائد عدد موجات، يديهم لك كده مع بعض في المعطيات، يبقى المقصود بيها الطول الموجي. نسجلهم كده في ملاحظاتنا. مسافة، الورق ده بسيبه لكم PDF على جروب الواتس اللي مسجل فيه ملاحظات التدريبات. مسافة زائد عدد موجات، يقصد بها طول موجي. أما لو زمن زائد عدد موجات، فيقصد بيها التردد. يبقى مسافة وعدد موجات يبقى طول موجي، زمن وعدد موجات يقصد بها تردد. ففي مسائل هيديلك الاتنين مع بعض عشان يطلب منك السرعة، فطبعا السرعة اللي هنتكلم عنها بعدين هي كانت الطول الموجي في التردد. طب عدد الموجات اجيبها هنا ازاي؟ ده التضاغط الاول والتضاغط الرابع، والله ال N اللي هي عدد الموجات، لو بين متشابهين كانت بتساوي رتبة التاني ناقص رتبة الاول، لو متشابهين. اما لو مختلفين وبدأ بقمة زي ما هنعرف بعدين، فكانت ال N بتساوي N 2 ناقص N 1 زائد نص. ولو بدأ بقاع، كانت ال N بتساوي رتبة التاني ناقص رتبة الأول ناقص نص. دي كلها ملاحظات هنحل عليها في الموجة المستعرضة، بس جه وقتها دلوقتي إن لو متشابهين ال N بيساوي N 2 ناقص N 1. أنت بيقول لك من التضاغط الرابع إلى التضاغط الأول، يعني 4 ناقص 1، طلع عدد الموجات بيساوي 3، والمسافة بتساوي 96، والطول الموجي كنت بقول لك عليه مسافة زائد عدد موجات يدينا طول موجي من خلال العلاقة إن الطول الموجي بيساوي المسافة على عدد الموجات، وزمن زائد عدد موجات يدينا تردد من العلاقة إن التردد بيساوي عدد الموجات على الزمن بالثانية. فأنا عندي مسافة وعندي عدد موجات، المسافة 96 وعدد الموجات 3، خلاص 96 على 3 تطلع تقريبا 32 سنتي. 96 على 3 طلعت 32 سنتيمتر، اختيار رقم ج. رقم 4، إذا كانت المسافة بين مركز التضاغط الأول
ومركز التضاغط الرابع. خد بالك، تضاغط أول وتضاغط رابع، يبقى كده عدد الموجات الفرق ما بينهم 4 ناقص 1 بـ3 لموجة طولية 60 سنتي. فالمسافة اللي هرمز لها بإكس بتساوي 60 سنتي. فإن المسافة بين مركز التضاغط الثاني ومركز التخلخل الثالث، يا ترى دي كام موجة؟ قلنا لو مختلفين وبدأ بقمة كنت بجمع نص، وبدأ بقاع بطرح نص. طب هنا بيتكلم على موجة طولية تضاغط وتخلخل، فاللي هيحل محل القمة، أو ممكن بدل ما يقول قمة يقول تضاغط، وبدل ما يقول قاع يقول تخلخل. فهنا هو بدأ بتضاغط هجمع نص، ان 2 ناقص ان 1 زائد نص. هو بيقول التضاغط الأول والتضاغط الرابع دول متشابهين، خلاص طلعتها، فطلعت منهم الطول الموجي المسافة الكلية على عدد الموجات. 60 على 3 طلع إن الطول الموجي بيساوي 20 سنتي. بعد ما طلعت الطول الموجي عايزين نحسب المسافة دي. القانون بيقول إن الطول الموجي بيساوي المسافة الكلية على عدد الموجات. هنا في السؤال بيقول لك أنا عايز المسافة، عايز الإكس، فالمسافة هتساوي الطول الموجي في عدد الموجات. الطول الموجي طلعناه بـ20 سنتي، لكن السؤال هنا بقى هي عدد الموجات بكام؟ من التضاغط التاني إلى التخلخل التالت الفرق زائد نص. التالت والتاني الفرق بينهم 1 زائد نص، يبقى 1.5. يبقى 3 ناقص 2، ده الفرق ما بينهم، وبدأ بتضاغط يعني هجمع نص. 3 ناقص 2 1 زائد نص، يبقى 1.5. يبقى كده 20 في 1.5 تطلع بـ30 سنتي. الاختيار رقم ج. ما معنى قولنا أن الطول الموجي لموجة طولية 30 سنتي؟ معناه أن المسافة بين مركزي تضاغطين متتاليين أو تخلخلين متتاليين تساوي 30 سنتي. اكتب ورايا. معناها أن، أو تعني أن، المسافة بين مركزي تضاغطين متتاليين أو تخلخلين متتاليين تساوي 30 سنتي، أو ضعف المسافة بين قمة، بين مركز تضاغط ومركز التخلخل التالي له تساوي 15 سنتي. رقم 2، الطول الموجي لموجة صوتية 2 متر. فالموجة الصوتية هي أحد صور الموجة الطولية في الهواء. أقول له أين معناها أن المسافة بين مركزي تضاغطين متتاليين أو تخلخلين متتاليين للموجة الصوتية يساوي 2 متر. رقم 3، المسافة بين مركز التضاغط التاني والتضاغط الرابع تساوي 12 سنتي. كده عدد الموجات كام؟ هات الفرق، تضاغط وتضاغط، 4 ناقص 2 2، يعني 2 موجتين بيساوي 12 سنتي. يبقى الطول الموجي الواحد 6 سنتي. معناها أن المسافة بين مركزي تضاغطين متتاليين أو تخلخلين متتاليين تساوي 6 سنتي. ما هي النتائج المترتبة على عندما تهتز جزيئات الوسط حول مواضع اتزانها على نفس خط انتشار الحركة الموجية؟ تحدث موجة طولية. وهنا يبقى انتهى التدريب الثالث، ونتابع الحلقة الجاية إن شاء الله في التدريب الرابع. وما تنسوش إن ده عمل جماعي بيجمعنا كلنا، ونجاحه نجاح لنا كلنا، وبالتوفيق إن شاء الله.